هذا المسرح الخشبي يتحول لساحة مبارزة ولكن من نوع آخر، حيث ينشد هذان الشاعران السوريان من خلال مبارزة زجلية شعرية مع بعض الموسيقى الهادئة نشر السلام في دمشق. لأول مرة رح يكون عنا حفلة زجلية، نحن بنسميها مبارزة زجلية شعرية. الغريب فيها أنه هي محورها هو السلام، والسلام عادة هو مبدأ توافقي ما فيه مبارزة، بس اليوم رح نشوف أن المبارزة رح تودينا لأنه نفهم أكثر مبدأ السلام وقبول الآخر. نظم هذا الحفل الشعري والذي أطلق عليه مبادرة نحو السلام بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دمشق، والذي يهدف لإحياء فن الزجل بالإضافة لدعم الشعراء المحليين. هي أحد رسالات الزجل أو رسالة الشاعر إذا صح التعبير، لأنه الشعر مثل أي فن لازم يكون رسالة. رسالة الشاعر هي يسلط الضوء على القضايا اللي بتهم الشعب، اللي بتهم الناس، يلمس الناس، ما هو بالنهاية الشعر يعني ابن الشعب. وتقوم جمعية الشعراء بسوريا حاليا بالاهتمام أكثر بنشر فكرة المبارزة الزجلية الذي يعتبر شكلا من أشكال الشعر، حيث كان يتم استخدامه مع القضايا اليومية في العديد من البلدان كمصر ولبنان.